بسم الله الرحمن الرحيم. هنادي حلواني، معلمة قرآن مبعدة عن المسجد الأقصى لأكثر من 10 سنوات ونصف، ممنوعة من السفر أيضا لسنوات طويلة، ولا زلت ممنوعة من دخول المسجد الأقصى وممنوعة من السفر. أم لأربع أبناء ومعلمة قرآن وجيزة قرآن، وأيضا حاصلة على شهادة دراسات عليا من جامعة بيرزيت في تخصص الديمقراطية وحقوق الإنسان. اللحظات الأخيرة قبل الاعتقال كنت في بيتي، يعني أتابع الأخبار. يعني كان ثالث يوم للحرب، ويعني لم أكن أتوقع أبداً أنه يعني تقتحم قوات الاحتلال بيتي، وفي ذات الطريقة اللي اقتحموا فيها بيتي. يعني قاموا بفتح الباب بعتل أو بتفجير الباب، دخلوا على بيتي وأنا مش بحجابي، وبنتي يعني كانت في البيت. بنتي كانت بالكاد يعني ولدت طفلتها، أنجبت طفلتها قبل 10 أيام بعملية قيصرية. طبعاً الاحتلال ما مهتمش إلا وجود نساء، ولا وجود يعني امرأة يعني عندها عملية قيصرية، أو لوجود طفل صغير يعني بيبي مولود يعني بضع أيام. اقتحموا بيتي وغرفة نومي تحديداً، ما انتظروا ألبس حجابي لا أنا ولا بنتي. أخذوا بنت حفيدتي الصغيرة وبلشوا يطلبوا من إمها إنها تشلحها ملابسها. أنا حطوني في زاوية في البيت، وحطوا واحد من أولادي بغرفة ضربوه، وبنتي حطوها هي وبنتها في غرفة تانية. بلشوا يضربوا الأم اللي هي يعني بنتي، يضربوها بعد ما خلوها تشلح بنتها وما سمحوا لها تلبسها كمان مرة، وهي يعني أقل من 12 يوم البنت، ضلتها بدون ملابسها لساعة تقريبا وهي تبكي، بدون ما ترضعها، بدون ما تقرب تحملها، بدون أي شيء، وهم عم بيضربوا أصلا في بنتي بالبواريد وبيحققوا معها كتحقيق أولي في الغرفة عندي. ابني الثاني طبعا كنت سامع صوت ابني وبنتي وبنت بنتي، وانا موجوده بس في هذا المكان، مثبتيني في مكان معين، واللي بيروح واللي بيجي بيبزق عن مسافه صفر على وجهي، لدرجه انه وجهي تعبى، يعني حتى النظاره بطلت شايفه من كثره البصاق اللي كان. جيت بدي اغسل وجهي بالحمام، ما سمحوليش ابعد، بدي اخذ محرمه امسح، ما خلونيش امسح، حتى في جلبابي امسح، ما خلونيش امسح. حطوا المصاحف قدامي وبلشوا يمزعوها ويدعسوا عليها ويكفروا ويسبوا، وهم بفتشوا كانوا يعني حاولوا بكل طرق يستفزوني، يكسروا الأغراض تكسير قدامي وأنا مش متحركة. بالأخير بعد ما يعني هيك شافوني ساكتة لمدة ساعة يمكن، جابوا بنت بنتي حطوها قدامي. بنت بنتي بتبكي وبتصيح بتصرخ يعني جوعانة، ويعني بالكاد خلوا بنتي تلبسها الأواعي، فحطوها قدامي وهي تبكي. أنا ما رضيت أمسكها، لأن أنا متأكدة في اللحظة راح أمسكها فيها راح يدبوني أنا وياها. أنا شايفة البنت ومش قادرة أطلع عليها، هي قدامي وأنا عم بحاول أدير وجهي عنها عشان ما أطلع عليها ويشوفوا أي نظرة حنية مني عليها، فيعني يكسروا قلبي فيها. كملوا تفتيش البيت وهم من كل الوقت عم بيخبطوا فيه وبيضربوا فيه وفي ولادي. دخل زوجي عند آخر ربع ساعة، يعني بفكر إنه في أمر قانوني. حكوا له فيش قانون اليوم، لا أمر قانوني ولا أمر تفتيش قانوني، ولا رح يكون أصلاً تفتيش قانوني. ضربوا زوجي، كسروا قديش قدروا، طلعوني من البيت، أخذوني على السيارة. أنا دخلت على سيارة الشرطة، بالعادة بحطوا جنبي شرطية أو جندية، في هاي المرحلة حطوا شرطي جنبي أو اثنين مخابرات على يمين وعلى يساري، اللي هم من كل الطريق كانوا بيدفعوا فيه وبيضربوا فيه وبيغلطوا يعني كلام، يعني ألفاظ بذيئة يعني ما بتتخيليها. وصلت لمركز الشرطة قبل ما يبلش التحقيق، حطوني بزاوية على الحيطة. هلا انا عندي ديسك في ظهري، وعندي كمان يعني في مشكله بغضاريف الرقبه، ما بقدر اوقف لفتره طويله. حطوا لي الحديد بايدي واجري، وبلشوا اللي رايح واللي جاي يكب زباله علي، يتمسخروا قاعدين على طاوله وبيتمسخروا بيرموا علي الزباله. بعد لحظات يعني من وجودي في مركز الشرطه، صفارات الإنذار ضوت مدينة القدس. في اللحظة اللي ضوت صفارات الإنذار في مدينة القدس، وكأنهم يعني أعطوا لنفسهم الضوء الأخضر بالتنكيل فيه، خبط يخبطوني بوكسات، يمسكوا رقبتي يخنقوني يضربوني بالحيط. لحظتها أنا مش فقدت مشاعر إني أنثى أو امرأة، قررت إني أحاول قديش أقدر ما أبين لهمش إني أنا موجوعة وضعيفة.
وحطوني بزاوية الحيطة، اللي رايح واللي جاي يتف عن يميني وعن شمالي ويهدد بالاغتصاب بالقتل، يهددوا بأشياء كتيرة، تهديدات كبيرة كل الوقت. وأنا في سجن الشارون كنت بتعرض للإهانة، كنت بنعرض على محاكم في هاي الفترة. هلأ المحاكم كانت عن طريق الفيديو على الزوم يعني أو على السكايب، فكانوا يطلعونا على المحاكم بغرفة بعيدة شوي عن مكان غرفة السجن، وأنا ماشية كانوا يحاولوا يدعسوا، طبعاً يقيدوني بالحديد بإيدي ورجلي، وكل الفترة اللي أنا كنت فيها بمركز التحقيق كان الحديد بإيدي ورجلي لساعات طويلة جداً. أي هذا الحديد اللي هو أصلاً بيمزع بإيدينا مزع وبيوصل مرات للعظم من كترة ما هو يعني مشدد. سب الذات الإلهية، يعودوا يرجعوا كمان مرة، أمشي خطوتين يدبوني، أرجع هقوم، يعني طوله أنا عم بمشي لحد ما أوصل، أكون وصلت للمحاكمة تبعتي مش قادرة أوصل، بدي أبدأ أحكي مع المحامي ممنوع أتنفس، يعملوا حالهم إنه هم منفتحين إنه المايك مش راضي يطلع صوت، مع إني أنا أكون عم بحكي مع المحامي إني أنا عم بتعرض لضرب، بس المحامي مش فاهم علي لأنه مسكرين المايك عن المحامي ومش مخليني أتنفس. قبل ما ينقلوني لسجن الشارون فتشوني تفتيش عاري وأنا مكبلة اليدين والرجلين، فيعني بتتخيلي أنت كيف مش راح تعرفي تساعدي حالك لأنهم بدهم يعروك أول إشي. دخلوا جندية اللي هي تفتشني، شلحتني هي وساعدتني إني أنا ألبس. هلأ عند مرحلة الحجاب قامت الحجاب الداخلي وحطت لي هذا الحجاب بدون دبوس وشدتني وبسرعة مشيت فيه، وقع الحجاب على الأرض، طلعتني قدام كل الشرطة والمخابرات والجيش الموجودين داخل مركز الفشلة، وأنا أصرخ وهي مش رد علي إنه خلص يعني هذا إشي من أوعيتي أو إشي يعني مش مهم بالنسبة إلها، أو غطاء رأس يعني ما اعتبرته عادي. صرخت بصوت قدام مركز القشلة وأنا قدام كل الشرطة بدون حجاب. هاي اللحظات اللي هي أول ما دخلوا على البيت أنا بدون حجاب وبلباس البيت العادي، وإنه يدخلوا علي وعلى بنتي وأنا يعني في بيتي، وهاي اللحظة الثانية اللي أنا طلعت فيها حجابي على الأرض وما رضيت تعطيني إياه، من أسوأ لحظات مرور يعني مرور أو أسوأ الوقفات اللي ممكن أنا أعتبرها، واللي يعني بعد صراخي وبعد ما أنا قتلت الشرطة أنا يعني خلص رح أقاوم بأي طريقة كنت ليرجعوا لي الحجاب، بعديها رجعوا لي إياه وخلوها تحطه على راسي وتساعدني إني أربطه ربط. المشاعر كانت مخيفة جداً لأنه كان الاحتلال عم بتعامل فوق القانون، ما في قانون، ما في حدود، ما في أوامر واضحة قدامك، يعني ما بيورجيكي أوامر تفتيش ولا حتى حاطط حدود إنك أنت امرأة أو هو يعني هو شرطي أو رجل مخابرات أو ما إلى ذلك. المشاعر كانت مخيفة لأنه ممكن يقتلوني ومحدش عارف عن إشي، أو ممكن يأذوني أكثر لسه من اللي أذوني إياه بدون ما حدا يقدر يحاسبهم، بدون ما يكون في قانون ولا محاكم، المحاكم أصلاً معهم، المحاكم أصلاً ما نظرتش ولا لأي اعتداء ولا لأي تهديد يعني وصلني من خلال المخابرات في يومها، ولا لأي ضرب انضربته، ما يعني ما اكترثوش يعني خلال التحقيق وأنا بتحقق معي كانوا رجال المخابرات يدخلوا على المحقق ويهددوني قدامه بالاغتصاب ويهددوني قدامه بالقتل، والمفروض انه في كاميرا مفتوحة اصلا بتصور كل المجريات تبعت التحقيق، واطلب من المحقق انه يضيف هذا الاشي بالتحقيق. اكتشفت انه هو مش كان كتب كل هاي الاشياء، واكتشفت من خلال المحاكمات ويعني الكلام اللي كنت احطه للمحامي انه هذه الامور اصلا مش موثقة، وانه اصلا المحاكم لما المحامي كان يطلب من القاضي يرجع لهاي الامور كان القاضي يقول له انسى هاي المواضيع حطها على جنب، يعني ما فيش إلها أي أهمية. يعني كنت بسمع شيء عن السجن، ولكن أنا لما دخلت وشفت السجن وخاصة في هذيك الفترة كانت من أصعب الأيام، كانت بالنسبة إلي هي كابوس، دخلت في هذا الكابوس وخرجت منه اليوم اللي تحررت فيه وخرجت للحرية. اليوم اللي دخلت فيه لسجن الدامون كان ثالث يوم الحرب، وكانوا الأسيرات تعرضوا في 7 أكتوبر تحديداً لقمع، وتم يعني قطع الماء، قطع الكهرباء، احتجاز كل الأدوات الكهربائية، الراديوهات، التلفزيونات، بعض الطعام، فقط نخرج على الحمام لمدة 20 دقيقة أو أقل ونعاود نرجع. ف
فدخلت في أصعب وأقصى ظروف للسجن. تعرضت لقمعة معهم في 19 أكتوبر تحديداً، اللي هم من إدارة السجن أجت بكل وحشية، طلبت البلاطات الكهرباء، ما تبقى من بلاطات الكهرباء، لما أجوا البنات يعطوهم إياها من الأبواب. عدد الاقتحام أو عدد المقتحمين للسجن من القوات اللي كانت تدخل تقتحم أعداد توصل لمئة مقتحم، اللي هم كانوا يرشون مباشرة بغاز الفلفل، غاز مسيل للدموع، الضرب المباشر، ضرب من خلال سهرية، مش السهريات، مش النساء. في مرحلة الحرب أصبح التعامل مع المرأة بدون خصوصية، يعني الرجل اللي بيضرب، النحشون اللي بجرك، السهرية اللي بتحط الحديد بإيديك. وبالتالي بهاي المرحلة، بهاي الفترة تحديداً، أو يوم 19 الشهر تحديداً، تم اقتحام السجن وتفتيشه وأخذ كل مقتنياتنا حتى ملابسنا الشخصية. ضربونا، ما اكترثوا، لأنه كان في معانا مثلاً أسيرات قاصرات أو كبيرات بالسن أو مريضات أو حوامل أو حتى يعني عندهم إصابات في، يعني في بعض الأسيرات كانت أصلاً يعني لما تم اعتقالها كانت معتقلة بإصابة. ما اكترث الاحتلال لكل هذه الأمور. أول شيء إيماننا بالله عز وجل إنه لن يضيعنا ولن يتركنا، يعني هذا اليقين الكامل اللي كان عندنا. تعليم في السجن في الحقيقة ما كانش فيه تعليم، ولكن أنا استغليت الوقت اللي كنت موجودة فيه بإني كنت أدرس طالبات، قرأ طالبات تجويد وأحفظ، كنت أعتبر هاي إنجازات من داخل الأسر، يعني إنجازات في ظل كل المحن اللي كنا فيها، بعض الإنجازات الصغيرة اللي كنا نستغل فيها الوقت في الصلاة والعبادة والقيام، قراءة القرآن، تجويد القرآن، تفسير القرآن خلال فترة وجودنا، حتى يمشي الوقت بأجر إن شاء الله. عرفنا عن الصفقة فجأة بعد يومين من دخول الإعلام العبري. مدير السجن دخل بدون ما يخبر، بالعادة المفروض يخبره عشان نحط الحجاب على رأسنا، وأجا صار يحكي بصوت عالي إنه هلأ بدي أطلع، يعني بدنا نطلع بنات، وبلش يسمي الأسماء، كل ثلاث أسماء مع بعض، يحطولهم بطريقة مهينة جداً، والإعلام العبري عم بصورهم، يحطولهم الحديد بإيديهم ويطلعوهم، اللي بطقم يعني الصلاة، طقم الصلاة، واللي لسه أصلاً مش فايقة من النوم، واللي مش عارفة حالها إنها راح تطلع أصلاً تتحرر في هذا اليوم. فصار عندنا كل يوم توقع إنه يمكن أنا اليوم. تاني يوم برضو طلعوا مجموعة، المجموعة اللي طلعت تاني يوم كانت يعني مهيئة حالها، وإحنا مش عارفين مين ممكن يكون. وبعد هيك بيومين توقف يعني تحرر النساء أو تحرير النساء في يومين ورا بعض. بعد هيك بدأ فوج تاني، فإحنا عودنا رجعنا يعني نهيئ حالنا كل يوم. أنا طلعت في اليوم السادس، كنت كل يوم ألبس، كل يوم ألبس وأجهز حالي، يعني على أمل وعندي يقين بالله عز وجل إنه مش رح يتركنا في هذا المكان. كنت لابسة وأجت إدارة السجن وبلغتني إنه رح يتم تحريري في هذاك اليوم. في هاللحظات أخذونا تفتيش عاري لآخر لحظة، الحديد بإيدينا وإجرينا لآخر لحظة، وضعنا في زنزانة لآخر لحظة. تبلغت في هذا اليوم أنا والخالة معاصف البرغوتي، لما خاطر من الخليل، ربع عاصي من الضفة، خديجة خويس، في كمان بعض الأسيرات من الداخل الفلسطيني. قبل ما نطلع من السجن دخل ضابط، واللي هو هددنا بتهديدات كتيرة، وحكى لنا إنه اللي عملتيه أنت، يعني أو التهمة اللي لأجلها دخلت على السجن، حررت فلسطين بمسخرة، وحذرنا إنه ممنوع نحتفل، ممنوع نظهر أي مظاهر احتفال، ممنوع نحمل أي أعلام، أي شعارات وما إلى ذلك. وتم نقلنا في البوسطة لسجن الرمل اللي وصلوا فيه أسيرات الداخل، وصلنا للقدس. فكرنا إنه الإشي رح يكون أسهل من هيك، ولكن في القدس برضو دخلوا لنا ضباط مخابرات اللي هم هددونا بمنع الاحتفال، بمنع أي مظاهر فرحة، بعدم التصريح للإعلام في اليوم الأول بالذات، ممنوع إن نخرج من المسكوبية إلا لبيتنا مباشرة، حتى على أي دكان ممنوع نوقف. حجزونا من الساعة 3:30 العصر في زنزانة باردة،
أنا وخديجة وكمان أسيرة تانية، إحنا الثلاثة في مكان يعني ضيق، يعني إحنا الثلاثة ما بيوسعنا على نفس المصطبة اللي هو تخت بطون عليه فرشتين مبلولين ورائحتهم نتنة جداً، بدون طعام بدون شراب بدون حتى المرحاض موجود في داخل الغرفة ولكن المرحاض بدون ماء. يعني ضلينا من الثلاثة ونص العصر للساعة 2 بالليل وإحنا ولا عنا أي معرفة عن العالم الخارجي، ما بنعرف إحنا رح نرجع السجن، رح نتحرر، ما عناش أي معلومات، ما حدش دق علينا، ما حدش قرب علينا. إحنا فعليا كنا أكثر من 16 ساعة مش شربين مش ماكلين مش مستخدمين الحمام مش عارفين أي إشي عن أي شيء بيحصل برا. الساعة 2 بالليل بيجوا بياخدونا واحدة واحدة، بيجرونا من داخل الزنزانة اللي هي كان يعني محطوط فيها كل الوقت مكيف بارد جدا، وإحنا أصلا كنا بردانين، يعني كان الطقس بارد، يعني كنا متجمدات. طلعنا في هاللحظات قذفنا كل ضباط المسكوبية واحد واحد، واحد يهددك، واحد تاني يقول لك آه هنادي حلواني، والتاني يقول له مكاوي، وآخر واحد قال لي رح ترجع السجن. كانت تستناني سيارة، فتح باب السيارة أنا شفت زوجي، أنا مبسوطة إني شفت زوجي بدي أحكي معه، أنا إلي 53 يوم مش شايفته، مش سامعة صوته، مش شايفة أي حدا من أهلي، فأنا لسه بدي أحكي. سكتوني وجرتني شرطية بالحديد بإيدي، شرطية لبس لباس مدني، حطوني بالسيارة، سكروا باب السيارة، وتنين من المخابرات اللي قاعدين قدام اللي بيسوقوا اللي جنبه قالوا لي بدناش نفس، ممنوع نسمع صوتك، ممنوع تحكي مع زوجك. سكروا باب السيارة والسيارة معتمة، يعني أزاز أسود، سيارة عادية ما حدش رح يشك إني أنا موجودة فيها. وصلت لباب بيتي، وصلوني لباب البيت، يعني ذهلت باللي كان يستقبلني، أنا توقعت يكون الأهل بيستقبلوني. لقيت كتيبة من الشرطة والجيش منتشرة في كل محيط البيت، كانت موجودة هذه الكتيبة خلال النهار تطرد الصحفيين والأهل، وكانوا كل شوي يقتحموا البيت ويتأكدوا أنه فيش حدا في البيت غير أولادي، ممنوع صور إلي، ممنوع حلويات، ممنوع أي مظاهر فرحة داخل البيت. فلقيت كتيبة الاحتلال اللي واقفة باب البيت، اللي هم من حتى على الباب تحت، يعني جد عانق زوجي منعوني، مسكوني خلوني أطلع قدامهم، مجموعة قدامي ومجموعة خلفي، اللي هم من رنوا حتى على جرس البيت، ضو الضو، فتحوا الباب، دخلوا، تأكدوا إنه فيش حدا من أولادي عم بيصورني، تأكدوا إنه بس أولادي الموجودين، دخلوني وسكروا الباب وضلهم في بيت الدرج، انتظروا نص ساعة، ساعة إلا ربع، وبعد هيك طلعوا يعني من كل الحركة. كانت الساعة صارت 3 بعد منتصف الليل، يعني لآخر لحظة الاحتلال بدوش يعني أشعر بالفرحة. ما بعد الأسر طلعت خلال هاي الفترة، لقيت كتير أشياء صارت خلال هاي 53 يوم. الدمار اللي طلعت فيه والأخبار اللي طلعت فيها والآلام اللي طلعت فيها واللي سمعته وشو اللي صار مؤلم جدا، ولكن يبقى اليقين بالله عز وجل واستمرارنا في موطننا وصبرنا، يعني هذا الحافز إلنا للاستمرار، وأن الظلم مش رح يستمر. وأما الأسرى اللي تركناهم خلفنا، سواء أسيرات والرهائن خاصة اللي جابوهم، والأسيرات اللي من غزة اللي جابوهم أمامنا بطريقة مهينة، من زعات الحجاب بلباس أسرى حرب، عزلهم بطريقة مخيفة بالنسبة إلنا كان، والأسرى اللي تركناهم خاصة في هذه المرحلة، يعني هي من أشد وأصعب وأكثر الأوقات قسوة وقهرا بالنسبة لي، وكل الأسرى اللي جربوا السجن في هذه المرحلة تحديدا. والحرية بتكمل والفرحة بتكمل بتحرر كل فلسطين.